السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة الرابعة في Basic Elements of C++ حناخد فيها الـ Arithmetic Operator، حناخد فيها الـ Conversion، حناخد فيها إن شاء الله الـ Increment and Decrement Operator. الـ Arithmetic Operators اللي حناخدهم عندنا هم 5 Operators: الـ Addition والـ Subtraction والـ Multiplication والديفيجن والمودولا. طبعا الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن والديفيجن نقدر نستخدمهم مع الانتجرال والفلوتينج بوينتس داتا تايب، بينما المودولا انتبهوا النوت هون اونلي وذ انتجرال داتا تايبس. ما هي الانتجرال داتا تايبس اللي اخذناها يا طلاب؟ اللي هي الانتجر والكاركتر والبوليان. فإذا الموديولا ما بقدر استخدمها إلا مع انتبهوا البوليان والكاركتر والانتجر. نشوف هاي الملاحظة الأولى في هذا السلايد. الملاحظة الثانية الديفيجن يا طلاب، انتبهوا بدي أكتب النوت عليها. الديفيجن إذا كان كلا الطرفين انتجرال، يعني integral divide integral بيعطينا الإجابة integral. Otherwise إذا كان أحد الأطراف، شوفوا أحد الأطراف float أو double، فالإجابة هي float أو double. فانتبهوا للتو نوتس. خلينا هلأ هدول نوثقهم بشكل practical. انتبهوا معي، نعمل sharing. هلا عرفت انا متغيرين integer x equal 9 y equal 2، وضعت هون four statements، four cout statements، طباعة ننتبه لأربع جمل. طبعا كل جملة في إلها حاطة انا expression او operators معين. x divide y الأولى، الثانية y divide x، الثالثة x modulo y، والرابعة y modulo x. خلينا نشوف الـ output للـ statement الأولى يا طلاب. أعطوني الـ output للـ statement الأولى. الـ output يا طلاب للـ statement الأولى، ممتاز ممتاز يزيد 4. والسبب 9 divide 2 بيعطينا الإجابة 4، والسبب يا طلاب المعلومة اللي هلأ أنا حكيتها integral على integral، يعني integer على integer بيعطينا الإجابة integer، فما أعطاني 4.5، أعطاني الإجابة فقط اللي هو 4. ممتاز. طيب الـ statements اللي بعدها y انتبهوا divide x، y عندي 2، 2 تقسيم 9. ممتاز. لما يكون عندي البسط أقل من المقام فالإجابة واضحة إذا كان كلا الطرفين انتجر، انتجرال يعني، فبيعطينا 0. ممتاز، فالإجابة 0. طيب السي أوت الثالثة يا طلاب، ما هو الأوتبوت؟ السي أوت الثالثة ممتاز ممتاز، الإجابة للسي أوت الثالثة اللي هي 1. ليه 1 هلا؟ ليه 1 يا طلاب؟ 9 مودولا 2 باقي تقسيم 9 على 2، حكينا الإجابة 4، 4 في 2 8، فالباقي عندي 1، فالإجابة هي 1. آخر وحدة يا طلاب، آخر سي أوت، أعطوني الإجابة يا طلاب، آخر سي أوت. لا جدا رائعين، فالإجابة هي 2. باقي قسمة 2 مودولا 9، كثير طلاب في الشعب الأخرى حكوا لي 0، هذا خطأ.
الناتج 0 ولكن باقي القسمة هو 2. لما يكون عندي البسط أقل من المقام الناتج 0 اللي هو في الديفيجن، بينما في المودولا حيكون عندي اللي هو البسط اللي هو الرقم 2 فالإجابة هو 2. ممتازين جدا. خلينا نشوف الأوتبوت مع بعض هون. لاحظوا هاي إجابات الزملاء، الأول 4 زي ما جاوبت، الثاني 0 والثالث 1 والرابع 2. فإذا هذا هو الأوتبوت. خلينا نشوف بعض الملاحظات. لنفرض أني أنا حكت لكم مثلا character var equal for example مثلا C C capital، ثم عملت هون C out C out انتبهوا var divide 2 for example أو divide 5 خلينا نحكي، ما هو الاوتبوت المتوقع يا طلاب؟ ما هو الاوتبوت المتوقع من هاي الجمله؟ طبعا خلينا نعمل هاي انتبهوا، الباقي عباره عن كومنتس. الكومنتس يا طلاب هي فور ريدر، الكومبايلر يعمل سكيب عنها يعني وكانها مش موجوده، اصبح عندي كانه سي اوت وحده في هذا البرنامج. نشوف ما هو الاوتبوت الكاركتر. هلا حكينا هي من الانتجرال داتا تايب، فانتجر على انتجر الاجابه بيعطينا، انتبهوا يا طلاب، انتجر، فاذا 13. لاحظوا الاجابه هي 13 يا طلاب. طيب مكان هاي بدي احط موديولا، مكان هاي بدي احط موديولا، ما هو الاوتبوت؟ انتجرال موديولا، انتبهوا انتجرال عم بيعطينا الاجابه اللي هي 2، لانه اصلا 13 ضرب انتبهوا 5 بيعطينا 65. فالسي كابيتال اخذناها المحاضره الماضيه هي 67، انتبهوا 67. فإذا باقي تقسيم 67 على 5 بيعطينا الإجابة، لاحظوا هون اللي هي 2. فهذا هو الأوتبوت، انتبهوا هذا هو الأوتبوت. فإذا انتجرال موديولا انتجرال. طيب هذا لا يقتصر على الكاركتر، ممكن أنا أستخدم بوليان، بوليان var for example equal true، بوليان var equal true، سي اوت var موديول 5، ما هو الاوتبوت يا طلاب؟ يلا اعطوني الاوتبوت. ممتاز نرمين وعون ونور واحمد وروض ما شاء الله وسام. فاذا 1 موديول 5 الترو هي مقابل ال1، ف1 موديول 5 حيعطينا الاجابه اللي هي عباره عن 1. ممتاز. فإذا هذا يعني ممكن نستخدم، حكينا بوليان إذا وكاركتر، ننتبه هاي الإجابة وانتجر. طيب قبل شوي كان عندنا المثال انتجر x equal 9 y equal 2، بدي أعدل تعديل بسيط على هذا الكود بحيث انتجر x equal 9 هاي سيمي كولون، بدي اكتب هون float او double ما بتفرق طبعا بالاجابات، float y equal to، ما هو الاوتبوت في هذا البرنامج؟ اعطوني اجاباتكم يا طلاب، ما هو الاوتبوت في هذا البرنامج؟ السي اوت الاولى ممتاز 4.5، والسبب لانه الاكس عندي انتجر ولكن احد الاطراف اللي هو المقام عندي اللي هو فلوت، فاذا حيعطينا 4.5. ممتاز. طيب انا هلا بدي اعمل رن قبل ما اكمل، شوفوا شو بيعطيني،
عملت رن للبرنامج اللي أمامكم، شو أعطاني يا طلاب؟ ممتاز إيرور، والسبب ليه إيرور يا طلاب؟ ليه إيرور؟ لأنه نحن حكينا الملاحظة مستحيل أقدر أستخدم الموديولا إلا مع الانتيجرال داتا تايب. انتبهوا، مع الانتيجرال داتا تايب. فهلأ عندي أحد الأطراف عندي اللي هي واي، هي فلوت وليس انتجر ولا أي ولا كاركتر ولا بوليان، فبيعطينا عليها ايرور. طيب هذا اللاين إذا في ايرور بدي ألغيه، عملته as comments بدبل انتبهوا سلاش، بدي أعمل ران مرة تانية، شو بيعطينا كمان؟ ايرور على اللي بعده لنفس السبب. الواي عندي هي فلوت، شوفوا أحد الأطراف حكينا، وهذا عبارة عن موديولا، فإذا هذا ايرور. عملت كومنت على التنتين، طبعا الكومنت حكينا فور ريدر، أول ما يشوفها الكومبايلر بيعمل سكيب عنها كأنها مش موجودة. طيب إذا صف عندي في البرنامج تو أوتبوت، جملتين سي أوت فقط، سي أوت الأولى 4.5، السي أوت الثانية انتبهوا 0.2 اللي هي 2 تقسيم 9. طالما 2 هي فلوت كأنه كاتبة أنا 2.0، انتبهوا، فإذا حيعطينا 0.2، وقبل شوي كان هذا أعطاني 0 بما أنهم كانوا تنتين انتجر، وهذا أعطانا الجملة الأولى هي 4، فننتبه الفرق بيناتهم التنتين. مو دائما يا طلاب أنا بعطيكم انتبهوا متغيرات، يعني ممكن أنا أعطي ثوابت، يعني ممكن أحكي لكم see out for example اللي هي 9 divide 2.0 مثلا. أول ما ننتبه إنه هذا 9 هذا integer، مجرد حطيت 0.0 يا طلاب 0.0، فإذا هذا دبل، فإذا ما هو الأوتبوت لهاي الجملة؟ ممتاز 4.5، ممتاز. فإذا integer على integer integer، انتبهوا انتجر اذا كان احد الاطراف مش انتجرال، احنا عم نحكي فلوت او دبل، فاذا بيحسبها بدقه متناهيه وبيعطينا بعد الفاصل اللي هو الريال نمبرز بالنهايه. اذا هلا النقطه الاخيره اللي انا حكيتها بنتي، عم يعني مش دائما انا بعطيكم متغيرات، ممكن اعطيكم ثوابت زي هذا المثال. انتبهوا زي هذا المثال اللي امامنا، أحد الأطراف انتجر والطرف الثاني مثلاً دبل 9، انتبهوا ديفايد 2 ولكن هون حاطة 2.0، فبيعطينا عبارة عن دبل، فإذا حيعطينا الإجابة اللي هي 4.5. يعني حتى نفس المبدأ، لو حطيت موديولا 9 موديولا 2.0 شو هو الأوتبوت يا طلاب؟ موديولا، شو رأيكم؟ ممتاز، بيعطينا ايرور. ما يقول لي الطالب والله هاي 2، لا بيعتبرها 2.0 هاي دبل، فاذا هذا ايرور، فانتبهوا لهاي النوت. طيب لغايه الان في اي سؤال؟ انتبهوا لبعض الشغلات اعطيتكم اياها المحاضره الماضيه. المحاضره الماضيه اعطيتكم بهذا الشكل، باقي القسمة، خلينا نشوف كيف ممكن نحسب باقي القسمة يا طلاب. لما أنا أعطيكم باقي القسمة إذا كان في أحد الأطراف دبل، انتبهوا أحد الأطراف دبل، فإذا باقي القسمة مباشرة بنحكي إيرور، اتفقنا؟ بينما إذا كان، خلينا نحط هاي 2 باقي قسمتها على 9، انتبهوا الإجابة
هي زيرو قسمة طويلة احنا عم نحكي. زيرو multiplication 9 فإذا زيرو. ما تبقى هو 2. هذا هو باقي القسمة اللي هو من عملية القسمة. شو اللي بضل عندي اللي هو 2 فإذا هاي 2. ولكن الناتج هو زيرو فإذا هذا هو الموديولا. ممتاز. بما أنها وصلت خلينا نكمل الشيرينج هلا. انتبهوا يا طلاب، لما يكون عندي كل الأطراف اللي بنستخدمهم، يعني مثلا هاد الطرف الأول والطرف الثاني، الطرف الأول انتجر والطرف الثاني انتبهوا هو floating points، هذا بنسميه mixed expression. يعني expression في بعض الأوبيرانس فيه انتجر، في بعض الأوبيرانس فيه ننتبه floating points. بينما لو كنت حاطة مثلا زي هيك، خلينا نحط زائد 3 مثلا، عم نلاحظ كل الأوبيرانس اللي فيه انتجر. إذا كان كل الأوبيرانس فيه انتجر هذا بنسميه integral expression. طبعا كله هذا موثق في السلايدز اللي احنا نزل لكم اياه ان شاء الله. انتبهوا كل الأوبيرانس كل الأطراف عندنا integral، فإذا هذا نسميه integral expression. إذا كان كل الأطراف اللي عندي مثلا هيك، لو تلاحظوا كلياتهم هم floating points، فنسميه floating points expressions. هاي كمسميات، يا يعني إما إذا عندي floating points expressions يعني كل الأوبيرانس اللي نتعامل معها عبارة عن float ينتبه أو double، أو ممكن يكون عندنا integral expression يعني كل الأوبيرانس أو الأطراف اللي نتعامل معها هي integral data type، أو ممكن يكون mix ما بين integral وانتبهوا الفلوتس، يعني some operands integral وsome operands اللي هو floating points. هلا نرجع لمحاضرتنا، آخر محاضرة أخذناها اللي هو كان في عندي رابط ما بين الانتجر والكاركتر، ما بين الدبل والانتجر، وعرفنا كيف نتعامل معهم وسمينا اللي هو عندي implicit conversion. نتذكر مع بعض مثلا لو كنت كاتبت لكم integer var equal، انتبهوا integer var equal مثلا 99 اوكي، وعملت سي اوت للفار، ما هو الاوتبوت؟ ما هو الاوتبوت يا طلاب؟ سي اوت للفار. ممتاز، اي سي اوت للفار حيعطينا 99. طيب لو انا غيرت هاي وحطيتها كاركتر، كاركتر var equal، ممتاز يزيد وأحمد وجود، ننتبه كاركتر var equal 99، see out the var. هذا الطرف عندي integer، ولكن هذا الانتجر أنا بدي أتعامل معه as character. عن طريق إيش استخدمنا؟ شوف هنا المحاضرة الماضية، عن طريق ال ASCII code. حكينا لك كل كاركتر في له ASCII code يا طلاب، ننتبه الـ A capital حكينا 65 والـ A small 97، وكل كاركتر يزداد عن السابق بمقدار واحد. فإذا هذا indicate إنه هذا عندي small وهو ثالث حرف بعد الـ A small، فإذا هو C small. ننتبه لو بدي أعمل C out لإله إذا حيعطينا C small. خلينا نشوف مع بعض الـ output. هيا يا طلاب أعطوني إنه C small. طيب نفس المبدأ أعطيتكم، لنفرض إني كتبت integer var for example equal مثلا B capital، هاي single quotes، هاي بدي أعملها as comments راحت، يعني integer var equal B then single quotes. الB يا طلاب كاركتر وهذا انتجر، فهون بيحول من بي الى انتجر عن طريق معرفتنا بالاسكي كود. فاذا ممتاز الاوتبوت يا طلاب في هاي الحاله حيعطينا
66. ممتاز، لأن الـ A capital 65 فالـ B capital حيعطينا 66، فـ C out للـ VAR ننتبه بعطينا 66. هاي هذا هو الـ output. كمان أخذنا integer مثلا X تساوي 0 point كذا، حكينا إذا أعطيته أنا double هو integer بيحوله إلى integer. طب هاي التحويلات مين مسؤول عنها؟ نحن؟ نحن حولنا من كاركتر إلى انتجر أو من انتجر إلى كاركتر. مين بيحول؟ اللي هو نفس اللغة، نفس لغة C++. ننتبه يتم تحويل من ممتاز الكومبايلر، يتم تحويل من داتا تايب إلى داتا تايب آخر، واللي هو على أساس مين؟ بنظر دائما الداتا تايب الموجود عندي في الديكليريشن. طيب اليوم اللي ناخده اللي هو مسميه explicit conversion، اللي هو تحويل صريح وواضح مش ضمني، هذا اللي احنا اخذناه في المحاضرة الماضية نسميه implicit، بينما اليوم ناخده explicit casting او conversion، وهو بشكل عام نسميه casting. خلينا نشوف كيف ممكن نعمل explicit casting. اكتبه معي، لو كنت كاتب integer var equal نرجع مثلاً 67. سي أوت فار، لو عملت سي أوت فار زي قبل شوي شو بيعطينا الإجابة؟ اللي هي 67. أوكي؟ بيعطينا 67. بدي أعمل end line عشان بدي أنتقل لسطر جديد. هاي end L لازم small. أوكي؟ بدي أعمل سي أوت ثانية. في سي اوت يا طلاب انا بدي اجبر هذا المتغير ليتحول مثلا لكاركتر، ففي عندي سينتاكس للتحويل بشكل واضح وصريح في الكود. السينتاكس له نكتب كلمه ستاتيك، شوفوا ستاتيك كاست، ستاتيك كاست between less than and greater than نحط الداتا تايب، يعني لأنه داتا تايب بدك تحول. في المثال البسيط اللي أمامي أنا بدي أحول إلى كاركتر، شوفوا طبعاً ما بين هاي الأقواس نحط إكسبريشن، ممكن مش شرط إنه بس متغير واحد. هلأ حنشوف في مثال بالسلايدز بعد، وهاي بالنهاية end L، end L ننتبه بالنهاية. هاي شو معناتها؟ هذا المتغير اللي هو var من نوع integer حول لي اياه الى انتبهوا character. هلا الاوتبوت الاول حكينا بيعطينا الاجابه 67، بينما الاوتبوت الثاني يا طلاب ما هو الاوتبوت المتوقع من السي اوت الثاني؟ شوفوا حيعطينا ممتاز اللي هو سي كابيتال. ممتازين، نشوف مع بعض الاوتبوت. لاحظوا هون اول اوتبوت 67 والاوتبوت الثاني اللي هو سي كابيتال، الاوتبوت الثاني سي كابيتال. تم تحويل هذا الانتجر الى كاركتر، ولكن بالوضع الطبيعي لما عملت سي اوت الفار اعطاني 67 اصلا، ما كانت بحاجه لتحويل، ولكن انا حولتها بشكل اجباري. انتبهوا واضح وصريح في هذا اللاين. انتبهوا معي، أنا بدي أعمل copy paste لهذا الكود اللي بالأعلى سي out، بدي أحطها فيما بعد. شو بتتوقعوا الـ output من الـ سي out الثالثة؟ شو بتتوقعوا الـ output من الـ سي out الثالثة يا طلاب؟ خلينا نشوف مع بعض الـ output من الـ سي out الثالثة ونحط notes عنا بهذا الموضوع. ممتاز يا زيد، لاحظوا هاي الإجابات 67 سي أوت الأولى، سي سي أوت الثانية، 67 سي أوت الثالثة. إذا نحط نوت عنا التحويل هون ليس تحويل دائم، تحويل مؤقت في الجملة اللي احنا هلأ أو في الإكسبريشن اللي احنا بنستخدمه، ما عم بيحول في الذاكرة نهائياً، تبقى قيمة الفار ثابتة في الذاكرة اللي هي 67 من نوع انتجر. شوفوا
ما عم بيغير اي شيء فيها وما عم بتلاعب في الداتا تايب، لانه اصلا في اثناء الديكليريشن نحن حطيناه من نوع انتجر. انتبهوا، في اثناء الديكليريشن نحن حطيناها من نوع انتجر، فالتحويل عندي هون كان تحويل مؤقت في هذا اللاين، ولكن في الذاكره هي ننتبه ما عم تتغير، محفوظه وهي من نوع انتجر فقط. اذا تغيير لحظي، انتبهوا تغيير لحظي. فاذا هون 67 سي ثم 67. خلينا نشوف بعض النوتس الاخرى. لنفرض اني انا حكيت لكم، طبعا هون الطلاب بيقول لي اكتب ستاتيك كاست كاركتر كثير طويله خاصه بالمختبر، بحب دائما السرعه. بامكاني يا طلاب مجرد كتابه كاركتر فقط، شايفينها، احط الداتا تايب. طبعا ممكن احطها بين اقواس الكاركتر، ممكن لا زي اللي انا كاتبتها انا. اعمل رن، يعطينا نفس الاجابه. يعني بدل ما اكتب static underscore cast between less than greater than character او الداتا تايب اللي انا بدي احول لإله، بس مجرد اكتبها بهذا الشكل. شوفوا اعطاني نفس الاجابه. فاذا هاي طريقه اخرى، هاي طريقه اخرى للتعامل مع الكاستنج او التحويل المؤقت. يا اما تكتبوه بهذا الاسلوب او تستخدموا static underscore cast. اوكي، طبعا مش دائما كاركتر. هلا انا بامكاني مثلا انتبهوا احط دبل، شوفوا دبل var، وهي بدي اقسمها مثلا نحكي على 2. شو تتوقعوا الاوتبوت يا طلاب؟ شو تتوقعوا الاوتبوت؟ هاي بس بدي الغي هذول الثنتين. ممتاز، 33.5. ليه؟ لأنه هلأ هو انتجر ولكن أنا حولته إلى دبل، فبتعامل معه بوينت زيرو على اثنين، على اثنين، واحد دبل واحد انتجر، فإذا بصير عندنا الإجابة 33.5. ممتاز، هنشوف نتأكد مع بعض في الأوتبوت. هيو، فإذا هذا هو الأوتبوت. انتبهوا. طيب لنفرض إني وضعت، انتبهوا، موديلا، وضعت موديلا، ما هو الاوتبوت؟ ممتاز، حيعطينا ايرور، حيعطينا ايرور، لانه نحن اوكي هو انتجر لكن تم تحويله في هاي، في هذا اللاين الى، انتبهوا، دبل. فاذا موديلا الاثنين فبيعطينا عليها ايرور. ممتازين لغايه الان. في أي استفسار؟ بعيد. طيب خلينا ننتقل للسلايدز. في بعض أشياء بدنا نعملها تريسينج أو إيفاليويت. انتبهوا لهذا السلايد. إيفاليويت يا طلاب، أنا ما بحكي سي أوت. إيفاليويت تو وات؟ أوكي؟ نيجي لأول وحدة. Evaluate what? 7.9. بدي أحولها إلى integer. فشو بتكون عنا؟ ممتاز، اللي هي 7. اللي بعده، ممتاز، إذا 3. اللي بعده، ممتاز، جدا رائعين، 25.0. انتبهوا انا ما حكيت سي اوت. طبعا لو هاي الثالثه قلت لكم سي اوت بس تقولي 25. اوكي، بس انا بقول لكم ايفالويت وات. الرابعه، ممتاز، اذا 8.0. هلا نشوف الخامسة والسادسة يا طلاب والفرق بيناتهم. قبل ما نشتغل فيهم نعرف الدبل لمين. في الخامسة الدبل لمين؟ للطرف الأول اللي هو للفتين.
بينما في رقم 6 الدبل للناتج من هذا الاكسبريشن. انت بقول الناتج من هذا الاكسبريشن. طيب هلا في رقم 5 شو معناتها لو احنا بدنا نفسرها؟ معناتها يا طلاب اللي هو 15.0 divided to equal ممتاز 7.5 هاي برقم 5. بينما نجي هلا للرقم 6 شو معناتها يا طلاب؟ في بعض الطلبة قال لي انه الدبل للتنتين، يعني نحكي هي عبارة عن 15.0 على 2.0، هذا خطأ، هذا خطأ يا طلاب. لا، هو الدبل للناتج. كيف يعني الناتج؟ نحن هلا عم نشوف انتجر ديفايد انتجر يعطينا الإجابة اللي تعودنا عليها، هي انتجر، في الإجابة هون كانت اللي هي 7. بعد ما أنا أطلع الناتج بحوله لمين يا طلاب؟ إلى دبل. فبالتالي الناتج هون عندي 7.0. ممتاز، شوف الفرق بين التنتين. بينما لو كان زي فكرة بعض الطلبة حكى لي إنه الدبل للتنتين مفروض يعطينا 7.5، وهذا خطأ. فإذا الناتج بعد ما أطلع أنا هذا الريزلت هون انتجر على انتجر هو انتجر، هذا الانتجر بحوله إلى دبل، فإذا 7.0. إذا هذا هو الناتج. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ أي استفسار؟ طب انتبهوا هلأ معي للإنكريمنت and decrement operators. الإنكريمنت and decrement operators بنسميها unary operators. ليه بنسميها unary operators؟ لأنها بتحتاج إلى طرف واحد. لو لاحظت الأريثمتيك operator كل اللي أخذناها إلها two operands، إلها طرفين. بينما في الانكريمنت اند ديكريمنت اوبريتورز نسميها يونري لانها تحتاج الى طرف واحد. في الانكريمنت يا طلاب اللي هي بلس بلس، في الديكريمنت عندنا الماينس ماينس. هلا البلس بلس اللي هي نعمل انكريز للفاريبل الموجود عندي في الذاكره بمقدار واحد. الديكريمنت اللي هو ديكريزز ا فاريبل، ننتبه value by one، يعني مننقص من هذا المتغير بمقدار واحد. يعني إذا كان عندي في الذاكرة مثلاً 4 عملت له plus plus بصير عنا 5، ننتبه عملت له minus minus بصير عنا ننتبه 3. لحتى نفرق بيناتهم لسه نحن في بداية، طبعاً أنا حاطة مجموعة من الأمثلة إثرائية عليها كتير الطالب يستوعبها بسرعة، ولكن وقت ما نعمل التريسينج أو في الامتحان شوي بيخطئ. فانتبهوا وركزوا كيف طريقتي في حل أسئلة على الانكريمنت والديكريمنت. قبل هيك في عندي تقسم الانكريمنت إلى قسمين، في عندنا بري انكريمنت بوست انكريمنت، نفس المبدأ للديكريمنت. في عندنا بري ديكريمنت بوست ديكريمنت. هلأ في الانكريمنت من شكلها شايفين هاي محطوط بلس بلس اي. الاولويه لمين؟ لما نحكي بلس بلس فالاولويه اذا للزياده. شوفوا بالكتابه هو بيعطيني انديكيت لكيف اتعامل معها. فلما يكون عندي بلس بلس اي فالاولويه اذا للزياده. اذا انكريمنت هذا المتغير باي 1 then use a new value، استخدم القيمه بعد الزياده، يعني القيمه الجديده. بينما هاي شوفوا من طريقة كتابتها عم بيحكي لي use current value، استخدم القيمة الحالية لإلها فيما بعد. شوفوا next time next line، انتبهوا زيدها بمقدار واحد، ولكن في هذا line اللي انت استخدمتها فيه استخدم القيمة الحالية الموجودة في الذاكرة، بعد ذلك شوفوا زيد بمقدار واحد. نفس المبدأ للديكريمنت. ماينس ماينس اي معناتها ديكريمنت هذا الفاريبل بمقدار واحد then use a new value. بينما هون لا، use current value فيما بعد after that. انتبهوا
increment هذا المتغير بمقدار واحد. لحتى نفهم أكثر، أنا حصر لكم أمثلة يا طلاب، ركزوا معي في كيفية نعمل tracing وفهم هذا increment والdecrement. خلينا نشوف أول مثال. integer x يساوي 3. منروح على الذاكرة، انتبهوا، منعرف هذا المتغير اللي هو x يساوي 3 بياخد 4 بايتس في الذاكرة، والقيمة اللي فيه هو 3. انتبهوا، القيمة اللي فيه 3. لما أحكي سي أوت الإكس، شوفوا سي أوت الإكس، بدي أنا أرسمها بأسهم. سي أوت الإكس معناتها أعطيني القيمة الحالية الموجودة هلأ في الذاكرة. ما هي القيمة الحالية الموجودة في الذاكرة يا طلاب؟ انتبهوا، اللي هي 3. هيك معناتها، واطبع لي إياها، اطبع لي إياها. فإذا حيطبع عندي سي أوت الإكس اللي هي القيمة الحالية في الذاكرة، هيها حيطبع عندي 3، إذن هي أول أوتبوت. إذن أول أوتبوت عندي اللي هو 3. طيب، لسه ما انتهينا من لاين رقم 8. بعد ذلك، بعد ما استخدمت قيمتها الحالية، بحكي له ارجع على الذاكرة، شوفوا، عدل لي قيمة X، عدل لي قيمة X في الذاكرة، تصبح عندي قيمة X زيادة بمقدار واحد، بمعنى X بلس بلس، فأصبحت عندي قيمة X 4. انتبهوا، ولكن هل حيعدل الأوتبوت اللي قبل شوي عمله؟ لا، خلص صار تابع سي اوت اكس، فاذا طبع قيمتها الحاليه. طيب، ثم اند لاين، اذا بينزل سطر جديد. لما ينزل سطر جديد يا طلاب، هلا شو بده يعمل؟ حيطبع عندي قيمه اكس بعد التعديل اللي هي، ممتاز، اللي هي 4. فاذا الاوتبوت عندي 3 على سطر و4 على سطر ثاني. انتبهوا، 4 بعد الزيادة و3 قبل الزيادة. انتبهوا للأسهم X، فإذا نستخدم القيمة الحالية فيما بعد زيدها بمقدار واحد. هذا عندي هذا السلايد، نفس البرنامج ولكن وضعت أنا بلس بلس X. نعمل تريسينج بنفس الطريقة يا طلاب. بالبداية هون هذه كانت X بلس بلس، بحكي لا، هاي المرة الأولوية إنك روح على الذاكرة، هاي الأولوية عندي، عدل لي على قيمة X، زيدها بمقدار واحد، شوفوا، تصبح عندي قيمة X كام؟ 4. وأنا بدي القيمة بدك تستخدمها في هذا الكود، القيمة بعد الزيادة، شوفوا، استخدمني القيمة بعد الزيادة. فإذا شو بده يطبع؟ ما حيطبع 3، حيطبع عندي القيمة بعد الزيادة اللي هي كم يا طلاب ممتازين؟ اللي هي 4. فإذا هي أول output. End line، إذا سطر جديد. see out ال X مرة تانية، ما هو ال output يا طلاب؟ see out ال X، حيطبع عندي X مرة أخرى اللي هي 4. كم 4 إذا هون طبع يا طلاب؟ مرتين. شوفوا الفرق ما بينها وما بين السابقة. إذا استخدمت بلس بلس X أو X بلس بلس، تفرق معي إذا كان في نفس اللاين. شوفوا. طيب، بدي هلأ الطالب يميز في بعض الأحيان. انتبهوا، بعطيكم الكود بهذا الشكل، نفس الطريقة اللي أنا هلأ حكيت عنها بدنا نعملها، انتبهوا، بهذا الكود. بس لكن الطلبة في بعض الأحيان بيخطئوا فيها، خلينا ننتبه مع بعض يا طلاب بنفس الطريقة وبنفس الكيفية اللي هلأ عملنا تريسينج فيها. integer x يساوي 3، هاي x يساوي 3، أوكي؟ plus plus x، إذا روح على الذاكرة، عدل لي، هيا نغير اللون، روح على الذاكرة، إذا عدل لي قيمة X، تصبح عندنا قيمة X، ننتبه اللي هي 4. فإذا خلينا نغير عليها، بصير عندنا قيمة X اللي هي 4. بعدين
رجع لي قيمة x بعد التعديل. أوكي، هاي بدي رجع قيمة x بعد التعديل. طيب لما يرجعها، انتبهوا معي، هل أنا استخدمتها في هذا اللاين؟ لما رجعها استخدمتها في هذا اللاين؟ لا. طب على أي أساس أنتوا حاطين الإجابة 4-4؟ أنا ما استخدمتها، لا عملت سي أوت ولا حطيت y تساوي ولا عملت أي شيء، ننتبه؟ فإذا شو استفدت أنا من هاي بلس بلس إكس؟ استفدت فقط شغلة واحدة، إنه أنا عدلت على قيمة الذاكرة وأصبحت إكس من 3 صارت 4 فقط. هذا اللي استفدته. لما أعمل سي أوت الإكس فيما بعد، انتبهوا، سي أوت الإكس فيما بعد يا طلاب، ما هو الأوتبوت عندي؟ أوتبوت واحد، وليس في عندي سي أوت سي أوت. سي أوت واحدة عندي هون، هيعطينا الإجابة اللي هي 4. هذا هو الأوتبوت. نيجي للثانية يا طلاب، نيجي للثانية وانتبهوا معي. انتجر إكس يساوي 3، هيو في الذاكرة 3. بحكي لي استخدم القيمة الحالية، أوكي، هاني حطيتها هون. هل في عندي سي أوت في هذا اللاين؟ لا. هل في عندي واي تساوي كمان؟ لا. طيب إذا أنا ما استفدت من القيمة اللي أنا أخذتها من الذاكرة، وعادي ما في مشكلة إذا أنا وضعت الـ x++ بلاين واحدة، ما في مشكلة. طيب بعدين بحكي لي فيما بعد، قبل ما تنتقل على السطر اللي بعده، روح على الذاكرة وعدل لي على قيمة x، تصبح عندي قيمة x انتبهوا 4. إذن هاي عدل لي عليها وأصبحت قيمة x 4. أوكي، سي أوت الإكس إذا ما استفدت منها في هذا اللاين إلا التعديل على الذاكرة وأصبحت قيمتها 4. سي أوت الإكس يا طلاب، ما هو الأوتبوت في هاي الحالة؟ انتبهوا، الأوتبوت هو 4. الأوتبوت 4، مش تري ما هي القيمة النهائية الموجودة عندي في الذاكرة؟ 4. هلا كتير طلبة بيخطئوا، بيقول لي طب أنا يعني ما بتفرق معي بلس بلس إكس وإكس بلس بلس. ما بتفرق معنا في هاي الحالة اللي أمامكم، والسبب لم يتم استخدامها في نفس اللاين، يعني ما كتبت y تساوي أو ما كتبت c out تساوي. إذا أنا استخدمتها فيما بعد، إذا أنا تم استخدامها فيما بعد، كليهما نفس الإشي اللي هو التعديل على الذاكرة بمقدار واحد. تعديل على الذاكرة بمقدار واحد. لا، مش لازم نحطها في انتجر، لانه هي اصلا احنا البلس بلس والماينس ماينس هي عمليه التعديل والزياده على الذاكره، وهي اوريدي تم تعريفها. انتبهوا، اوريدي تم تعريفها، مش لازم نحطها انتجر اكس بلس بلس، هذا خطا اصلا. لحتى كمان نعيد مره ثانيه، في عنا مثال اخر يا طلاب، ركزوا معي. قلت لكم هو بسموه سهل الممتنع، كتير الطالب بيفهمها بس بيخطئ فيها في التريسينج، بس بنفس الطريقة اللي أنا بعطيكم إياها هلأ اتبعوها في الامتحانات في الواجبات. إن شاء الله بعد نهاية شابتر 2 في حيكون عندكم واجب عشان براكتيكال لإلكم في بعض الأساسيات، تشوفوا مدى فهمكم للمادة. أوكي، انتبهوا معي هلأ هون يا طلاب. انتجر X تساوي 3، وهاي هون كمان انتجر X تساوي 3. شوفوا، بدنا نشوف الفرق بين التنتين. أنا كاتبة integer y تساوي x plus plus plus، كم plus عندي؟ 3. شو يعني هلأ إذا كان عندي 3 plusات؟ أول 2 plus لمين؟ للx، فإذا هم خاصين بالincrement. والplus الثانية يعني في النص، الثالثة عفوا، فإذا هي لمين؟ للaddition. ما بيصير يكون عندي 4 بلسات أو أكثر، يعني يا بيكونوا 3 يا بيكونوا وحدة، حتى تنتين أكتب X plus plus 10 هذا خطأ. انتبهوا، يا إما تكون يعني بهذا الشكل، مثلا أحكي لكم X plus plus 10، لا هي مبينة إنها increment ولا هي مبينة إنها هي عملية الأديشن، فإذا بيكون عندنا error. هاي الملاحظة بس انتبهوا لها. بنفس الطريقة اللي هلأ حكينا عنها في التريسينج في السلايدات السابقة، نشوفها هلأ هون مع بعض. انتجر X يساوي 3، هاي X عندي 3،
انتجر واي، عرفنا متغير اسمه واي يساوي شو معناتها هاي اكس؟ بحكي لي اعطيني القيمة الحالية لمين؟ لاكس الموجودة في الذاكرة. فبيعطينا القيمة الحالية لاكس الموجودة في الذاكرة. ما هي قيمة اكس الموجودة في الذاكرة يا طلاب؟ اللي هي 3. كثير طلاب بيخطئوا بيقول لي 4 زائد 10 وهذا خطأ. قيمة اكس الحالية في الذاكرة اللي هي 3. يعني إذا واي تساوي، هنكتبها هلا هون، واي تساوي واي ايكوال اللي هي 3 زائد 10 يا طلاب. فإذا واي قيمتها كم؟ قيمتها 13. فإذا واي هلا في الذاكرة هي واي ايكوال 13. هاي قيمة واي في الذاكرة. قيمة واي في الذاكرة 13. أنا ما كملت اللاين هذا. بحكي له بعد ما تعمل هاي الحسبة تبعتك الاكسبريشن وقبل ما تنهي هذا اللاين روح على الذاكرة وعدل لي قيمة X لحتى تصير عندي قيمة X فيما بعد، انتبهوا اللي هي 4. هلأ في كتير طلاب بحكي لي طالما تعدلت X إذا أنا بدي أعدل قيمة Y، شو رأيكم؟ هي طالما تعدلت X إذا بدي أعدل قيمة Y. تعديل قيمة Y خطأ. ليه؟ لأنه أنا حسبت قيمة واي وخزنتها في الذاكرة وخلصت. ما برد أرجع مرة تانية أحكي له لا والله بما أنه غيرت الإكس إذا بدي أعمل ريفلكت لقيمة واي، هذا خطأ. خلصت أنا قيمة واي، واي تساوي 3 زائد 10 إذا 13 وخزنتها في الذاكرة. فيما بعد بحكي قيمة إكس تزداد بمقدار واحد بصير عندي 4. فإذا ما هو الأوتبوت النهائي يا طلاب في هاي الحالة؟ قيمة X يا طلاب اللي هي 4 حاليا الموجودة في الذاكرة هي 4، وقيمة Y اللي هي 13 هاي موجودة عندي في الذاكرة. بدنا هلأ نميز ما بينها وما بين الثانية. انتجر X تساوي 3، هاي X تساوي 3 في الذاكرة. أوكي، بعدين انتجر Y equal plus plus X شو معناتها؟ يلا يا طلاب شو بدنا نعمل؟ منروح على وين؟ منروح على الذاكرة. بنحكي الأولوية إني أزيد الذاكرة. طيب أوكي هاي بتروح على الذاكرة. عدل لي قيمة X، فإذا تصبح عندي قيمة X يا طلاب كم؟ خلينا نشوف ممتازين. 4 بالأول، إذا هاي أول خطوة. بعدين بحكي له هاي القيمة اللي عدلتها بدي إياها أستخدمها في هذا الإكسبريشن use a new value. فإذا رجع لي هاي القيمة، شو بتصير عندنا القيمة؟ 4. فإذا 4 plus 10 أصبحت عندي القيمة y يا طلاب كم؟ 14. ممتاز. فإذا y equal 4 plus 10 فإذا 14. فإذا قيمة y يا طلاب ننتبه في الذاكرة إذا هتكون عندي 14. إذا هاي y equal 14. طيب هلأ في الأوتبوت يا طلاب ما هو الأوتبوت الناتج عندي؟ قيمة y، قيمة y هتكون عندنا 4. ممتاز. وقيمة x إذا قيمة y هي عندي 4 وقيمة عفوا هون مش واضح قيمة x عفوا 4 وقيمة y اللي هي 14. إذا هذا هو الأوتبوت. عرفنا هلا الفرق. وقت ما استخدمها بنفس اللاين، بنفس اللاين يا طلاب تفرق معي بلس بلس x او x بلس بلس، بينما إذا استخدمتها فيما بعد كليهما واحد. طبعاً هذا ينطبق على الماينس ماينس، يعني بداية المحاضرة القادمة حأعطيكم مثال متكامل كمان يحتوي بلس وماينس بنفس الوقت. أوكي؟
نشوف مثال آخر. لو أعطيتكم integer x equal to y equal 5, see out y divide x plus plus. ما هو الأوتبوت المتوقع للفراجمنت الأول؟ يلا يا طلاب. هلا ال x plus plus ممتاز. جدا رائعين. هلا x ننتبه وهي y. ناخذ قيمة ال y طبعا 2 integer فإذا أكيد الإجابة حتكون integer. 5 divide 2. 5 تقسيم 2 يا طلاب حيكون الإجابة اللي هو 2. فيما بعد يتم التعديل على قيمة x تصبح عندنا قيمة x كم؟ قيمة x بصير عندنا 3. ممتاز. يعني لو أنا عاملة فيما بعد سي أوت الإكس ما هو الأوتبوت؟ 3. ممتاز. هلأ نيجي للثانية هون. integer x equal to y equal 5 y divide plus plus x. الأولوية لمين؟ للزيادة. فبصير عندنا 3. 5 ممتاز. 5 ننتبه 5 divide 3 حيعطينا الإجابة اللي هي 1. شوف الفرق بالإجابتين. في بعض الأحيان بحكي للطلبة أنا بدي أكتب بهذا الأسلوب. integer x equal to y equal 5 see out plus plus y divide x. ما هو الأوتبوت يا طلاب؟ ما هو الأوتبوت؟ أغلب الطلاب بجاوبوا نفس إجاباتكم هلأ اللي أمامي اللي هي 3. ولكن لاحظوا هون هذا ايرور. هذا ايرور. طب ليه ايرور؟ ننتبه النوت. اول ما بدات اشرح بالانكريمنت والديكريمنت قلت لكم الانكريمنت والديكريمنت نستخدمهم مع فاريبل لانه هو عمليه تعديل. شوفوا عمليه تعديل عم متغير في الذاكره. يعني يجب ان لو بدي استخدمها زي هذا السلايد انا استخدمتها مع مين؟ مع فاريبل. وهذا مع فاريبل مع متغير. ومتغير هو مكان موجود في الذاكرة. بدي أعدل أنا على هذا المكان على قيمة هذا المتغير. طب هل y على x هو عبارة عن variable؟ هل y على x هو عبارة عن variable؟ لا، هذا عبارة عن expression. طب كيف هذا expression أنا عم بعمله plus plus؟ فالطلاب شو بيعملوا؟ 5 على 2 فإذا 2 plus plus فإذا هذا هيك بيحكوا لي 3. وهذا خطأ. هذا error. هذا ايرو. طيب بدنا نشوف هلا شطارتكم. طبعا نفس المبدا في بعض الاحيان في طلاب بكتب لهم مثلا تخيلوا بلس بلس خلينا نغير بس اللون بلس بلس مثلا 3 بحكي لي بلس بلس 3 معناتها انه الزياده فاذا هي عباره عن 4. هذا خطا. ما ممكن استخدم البلس بلس والماينس ماينس الا مع فاريبل. طيب خلينا هلا نشوف شطارتكم. كيف يا طلاب ممكن احقق هاي الغايه من هذا الكود بطريقه ما يعطينا ايرور؟ شو لازم نعمل؟ يلا اعطوني هلا افكاركم واقتراحاتكم. ننتبه كيف ممكن انا احقق هذا الكود بطريقه ما بيعطيني ايرور. ممتاز رينات. ممتاز بنتي. شوفوا زميلتكم شو كتبت. قالت لي منعرف متغير وهاي الطريقة الصح. في طلاب قالوا لي منقيم الأقواس. أوكي منقيم الأقواس ما بيعطينا إيرور بس ما منحقق الغاية من هذا الكود. أنا بدي زيادة على الناتج النهائي. طبعا مو شرط والله إكس 2 وواي 5 لحتى تقول لي أوكي بيعطينا نفس الإجابة. هذا خطأ. انتبهوا شو بدي اعمل يا طلاب. شوفوا اقتراح زميلتكم ريناد حكت لي نعرف متغير وعون نفس المبدا وجود. انتبهوا يا طلاب واسيل كمان. بالبدايه منعرف متغير هيو من نفس الداتا تايب طالما اثنين انتجر وانتجر على انتجر انتجر. اذا انتجر زد فور اكزامبل ايكوال واي انتبهوا على اكس.
فيما بعد بيكون سي اوت سي اوت انتبهوا بلس بلس زد. هيك حققت الهدف من هذا الفراجمنت من الكود انتبهوا بنفس الوقت من غير ما يعطينا اي ايرور انتبهوا اي ايرور. هيك بننهي محاضرتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.